ندوتنا النهاردة هتكون كل ما يخص المرأة في الإسلام والمرأة المظلومة بالموروثات القديمة البدوية والدخيلة عن مجتمعنا. النهاردة هنلقي الضوء على حقوق المرأة وما هي المرأة في نظر الإسلام. وتقدم الندوة سيدة لونا بهجت، رئيس جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. سادة الحضور، أهلا وسهلا بكم بندوة جديدة من ندوات جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية. برحب بكم جميعا، برحب بضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. لقبوها بالفيلسوفة أو رائدة الداعيات، أخذت على عاتقها حمل الرسالة الإسلامية، فكانت المرجعية العلمية لكل طالب علم. آراؤها الفقهية من وسطية الإسلام. وقفت في وجه التشدد والتطرف بكل ما أوتيت من مفاتيح العلم. صالت وقالت في كل مكان بالعالم لتؤكد أن الإسلام دين انتشر بالدعوة الحسنة والأخلاق الفاضلة. ردت على كل من اتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة، وقالت إن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم. كان لها الفضل في تصحيح أخطاء شائعة ومغلوطة إزاء صورة المرأة في الإسلام. سافرت في أغلب دول العالم لتنشر الرسالة السماوية كما أنزلت، ولها بصمات في العلم في ربوع الدنيا، فكانت بحق جديرة بلقب رائدة الداعيات. كرمت العام الحالي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية. لها العديد من المؤلفات القيمة والكتب في عدة قضايا شائكة، ومن أبرز مؤلفاتها المرأة المسلمة بين العدل التشريع وواقع التطبيق، وكتاب الدفاع عن الإسلام في مواجهة الغرب، وحكمة الإسلام في تعدد الزوجات. إنها الأستاذة الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو اللجنة الدينية في مجلس النواب. أهلا وسهلا يا فندم، مرحب بك، نورتينا يا دكتورة، أهلا بك. الميزان، الميزان هو مقياس العدل، وعندما نذكر العدل نذكر صفة من صفات الله الرحمن الرحيم. الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقها الأدبي والاجتماعي والأسري على كافة المستويات. هل ندرك معنى أن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر؟ دائما ما نتعرض لسوء فهم لهذه الجملة. علينا أن ندرك أن لم تحصل المرأة على حقها الإنساني والتعليم والعلم والعمل والزواج والطلاق والميراث، لم تستطيع تنشئ جيل سوي. وإذا أهينت المرأة اختل الميزان، وبالتالي اختلت الأسرة والمجتمع. أتعجب من حال الزواج في عصرنا هذا، كيف فقد قدسية الرباط تدريجيا. والحقيقة أسر كثيرة تعاني من التفكك، وطبعا الأطفال دائما هم يدفعوا الثمن. يا ترى ما سبب التفكك؟ هل هو من المرأة أم هو من الرجل أم من الاثنين معا؟ ما هي ضوابط وأصول التعامل التي تضمن استمرار واستقرار الأسرة؟ كيف تستطيع المرأة أن تحمي أسرتها من تقلب القلوب؟ كيف تحافظ على كيان الأسرة وبالتالي تنشئ جيل سليم؟ ألم ندرك أن المرأة المكمل الأساسي للرجل؟ لماذا هناك دائما ظالم أو مظلوم؟ لماذا يحاول كل واحد من الطرفين أخذ دور القيادة من الآخر؟ لماذا؟ الظالم دائما هو الخاسر وليس المنتصر. ولما الحرب أصلا في علاقة أساسها المودة والرحمة والسكن؟ هل هو خطأ اختيار أم خطأ تعامل؟
أو خطأ تربية أو أنانية أو عدة أخطاء متكررة. دعونا نقول أن المرأة هي رمانة الميزان في المجتمع تماماً. لو صلح حالها صلح حال المجتمع بأسره. إيه رأيكم اليوم نفهم أكثر الضوابط ونضبط معادلة الميزان، وبناء عليه وبناء على دورنا التنموي والاجتماعي في جمعية دريملاند للثقافة والتنمية، نتشرف ونستضيف الأستاذة الكبيرة رائدة الداعيات، والحقيقة أنا بعتبرها موسوعة علمية كاملة، أحب أسمع كلامها ونستشيرها ونأخذ رأيها في قضايا المرأة وقضايا الدينية للإسلام. أهلا وسهلا يا دكتورة. يا شرفتينا. يعني عايزة أبتدي الحوار معك بكلمة الميزان. نحن استعملنا كلمة ميزان، بس الحقيقة ميزان يعني كتير. إيه رأيك بمعادلة الميزان دي؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا رب العالمين، يا من خلقت الرجل والمرأة، يا من خلقت الإنسان، يا من بسطت له الأرض لكي يعمرها. وعندما يؤكد الحق على دورنا في هذا التعمير يقول سبحانه وتعالى من قائل: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة والمستخلف هو الإنسان، الرجل والمرأة. الله خلقنا منذ أن أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة، أخرجهما لكي يعمر الكون هذا. عندما نتأمل كيف ضاع آدم من حواء وحواء من آدم، والهلع الذي أصاب أمنا حواء وأبونا آدم عندما تفرقا بعد خروجهما من الجنة إلى أن التقيا على جبل عرفات، ولذلك سمي عرفات، لأن بعد الضياع الأرض مبسوطة، لا توجد لا حدود ولا يوجد باسبورتات ولا شيء، أرض واسعة بلا حدود، مبسوطة بلا قيود وبلا سدود وبلا حوائط وبلا معالم. فعندما وجد كلاهما الشبح يبدو من بعيد وتلاقيا بعد ضياعهم من خروجهم من الجنة، والتقيا في جبل عرفات، ولذلك سمي جبل عرفات، لأن تعارفت فيه الأب والأم لنا آدم وحواء، وبدأت مسيرة الحياة. الحياة بعد التقديم الذي قدمته سيدة هذا الحفل وهذه الدعوة الكريمة، أود أن أقول أنني قبلت هذه الدعوة بكل الحب والله، والأحب منها أني ألتقي بأبنائي وبناتي وأحفادي. جميعكم كنا في مرحلة الأولاد والأحفاد، أهاتك شايفين بنتين كبار ومعها ابن قرب يتجوز مثلا. فشيء رائع في حياتي أنني ألتقي بأبنائي وببناتي وبأحفادي، وأن أوصيكم قبل أن أترك هذا الزمان فبكل المعايير، أنا ضيفة خفيفة، ضيفة خفيفة على هذا الزمن. فأود أن أقول لكم والله كل كلمة أقولها لكم بكل الصدق وخلاصة التجارب، إياكم يا أبناء ويا بنات من الضياع، إياكم من العناد مع بعضكم البعض، إياكم من نسيان المودة والرحمة التي أعطاها الله لبيوتنا، إياكم من أن تنساقوا خلف الشيطان. هل البيت الذي يعرف أن يزرع المودة والسكن والرحمة هل يصاب بأي ضير أو بأي غبن أو بأي ضياع؟ أبدا والله. جربوا جميعكم بنات وشباب كيف نزرع المودة تحت أيدينا وتحت أرجلنا وتحت حياتنا، وأن نتذوق جمال الأسرة. الأسرة دي أعظم ما خلقه الله للإنسانية، حتى نأنس مع بعضنا البعض.
وحتى في كتب المصطلحات يقول لك الأسرة من الأسر، الأسر المحبب إلى نفوسنا، أننا أؤسر نفسي لمن أختاره وهو يؤسر نفسه لمن يختارها، وجعل في هذا الأسر الاصطلاحي واللغوي والتشريعي أن يكون بيننا المودة، السكن، الرحمة، الحب. يعني دول أهم ثلاث أساس أركان. نعم، لازم وجودهم بأساس الجواز حتى يبقى البيت قائم الأعمدة مضيء بمصابيح البيوت وهي النساء. طب ما معنى المودة هي بأساسها؟ هل هو بس الحب ولا لي؟ أنا المودة أحلى ما أذكره الآن بينكم جميعا ما قاله ابن عباس رضوان الله عليه عندما يقول المودة هي أن أتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي، وأن أتنازل لها عما في حقي في رقبتها كما أحبها أن تتنازل عن بعض حقوقها في رقبتي. التنازل بين الطرفين على بعض الحقوق، على بعض التذكر للمناسبات، على بعض ما يعني تحلم أن تراه، أعظم طريق للمودة الحقيقية. يعني الأنانية هي عكس المودة تماما. بالضبط بالضبط، طول ما دخلت الأنانية في العلاقة دخل الشيطان في ركابها. فالمودة أننا أوده كما أحبه أن يودني، وأن أقدم له طريق المودة كما أريدها منه بالتنازل، ما أفش على الوحدة كما يقال. أنا كنت أود في هذه المناسبة أن يقدم لي، أو أنه يهديني، أو أنه من صالح من الصبح كل سنة وأنت طيبة، النهاردة معاد عيد زواجنا، أو النهاردة عيد ميلادك، أو النهاردة أول مرة شفتك. هذه الكلمات الجميلة بين الطرفين هي إكسير الحياة للبيوت. لكن للأسف نحن نرى بعد أن يتم المودة دي تبقى حلوة أو فترة الخطوبة، يا سلام، وكلا الطرفين يبقى كالطير الطاير على الآخر. لكن بعد أن دخلنا البيوت ودخلت العادة والاعتياد، العادة والاعتياد ده أكبر ميكروب بيفسد الحياة الزوجية. أنا بطالب المرأة هنا بالذات إنها كيف تتغلب على الاعتياد والعادة، وألا تجعل البيت مجرد احتواء للنوم والأكل وللخناق، لا، إنما لابد أن أجدد العادة الجميلة اللي أنا أعرف أنه تسعده، وهو كذلك أن يبحث على قتل العادة والاعتياد عما كان يسعدها في فترة الخطوبة وفترة النشوة عندما كنت بعيدان عن بعضكما. إذا عرفنا طريق المودة وإنعاشها طوال الوقت في بيوتنا، وطرد اعتياد الحياة المملة التي تقتل نشوة الحب، قتل الروتين. يعني قتل الروتين. نعم، يعني المودة لازم كل يوم تبس تزرع من جديد، كل يوم المودة تزرع كل يوم. نعم، وتأتي من الرجل ومن المرأة، من الناحيتين. ولكن أنا بطالب المرأة عندما تزرع المودة من خلال البيت تعمل ما يحب في بيتها، لا تنسى يا ابن الرجل، لا تنسى نصيبك من المودة لشريكة الحياة. تدخل بيت تشم ريحة أكل حلو، الله تسلم إيديك يا رب ما نتحرم منك. الجيل الجديد بطل الحاجات دي على فكرة. النقط الصغيرة دي هي اللي بتحيي المواد، زي الفيتامين كل يوم. بالضبط، لما هي بتخف الفيتامين ده بتعاني العلاقة من زبول، من الموات البطيء. موات البطيء. إياكم يا أبناء ويا بناتي من الموات البطيء في البيوت، أكبر مخرب لأجمل حياة عندما التقيت معا. لكن للأسف
الرجل والمرأة، لا ألوم طرف وأترك الآخر أبدا، إنما أنا أطالب الطرفان. وأنا أرى أمامي معظمكم في سن مهمة جدا، السن اللي مخلف عيل ولا اتنين ولا تلاتة، السن اللي متجوز ليه 10-15 سنة، وهنا تبدأ مساوئ الاعتياد والعادة. أنا أتمنى في لقاء الليلة، أنا أحب في كل ليلة أسيب بصمة، بصمة كده، أتمنى أن كل إنسان أمامي الآن، امرأة أو رجل، شاب أو شابة، أن يقول والله يا أمنة يا نصير، لا هسمع منك الليلة دي كيف أقتل موات العادة في بيوتنا، وكيف أنعش بيتي وأزرع كل ما أحبه من زرع المودة، وأنت تزرع كل ما تحبه من إكسير الحياة. الحق خلقنا لاستخلاف هذه الأرض ومكابدة همومها. عمر ما كانت الحياة جنة أبدا، ده هو أبويا آدم وأم حواء خرجوا من الجنة اللي فيها كل ما تشتهيه، ونزلوا لمكابدة الحياة، لأن هو ده الاستخلاف، هو ده التعمير، هي دي الموازين اللي تعطي للحياة الانتعاش. كون إن أنا كل يوم أبني طالب في المدرسة أو طالب في الجامعة أو أبني مصطبة في بيتي أو أبني يوم في عمر ابني وبنتي أو أبني أي شيء في طريقي، تذوقوا جمال ونعمة البناء. البناء ده شيء، هو ده سر الحياة. اوعوا تجعلوا اليأس يتسرب إليكم وتقولوا فات الأوان. يوه انتوا لسه فاكرين، أيوه هنفتكر لآخر يوم في العمر، وهو ده أعظم ما يؤجر عليه الإنسان في موازينه، عندما نقابل الحق سبحانه وتعالى اللي استخلفنا في الأرض. ما قاليش إن الأرض دي جنة انزلي العابي فيها ومراحل وكلي، أبدا، إني جاعل في الأرض خليفة، والاستخلاف عمل شاق. لابد أن أقول نعم يا ربي، أنت استخلفتني في الأرض، وأنا لن أخيب لك أبدا عمل أبدا، وكلما عملت كلما أجرت، وكلما عملت كلما صح بدني، وكلما قدمت كلما بنيت رصيدي للنهاردة والبكرة واليوم الأيام. اكبروا بأرصدتكم يا حبايبي، اكبروا الأرصدة، ده شيء وأنا كل يوم أضيف عليه وأقول يا ربي أنا النهاردة كبرت رصيدي عندك، أنا النهاردة تنازلت عن رزالة جوزي النهاردة، ده رصيد أنت حطتيه اكسبيه، أنا النهاردة يا ربي تنازلت عن غلاسة رئيسي في المدرسة ولا في الكلية، أنت هتؤجري والله. أنا النهاردة تنازلت عن شخص كان قد إيه أساء لي في الشارع، ده أنت بتبني رصيد. عايزين نتعلم ده يبني السلام النفسي، سلام نفسي، ده التسامح مهم قوي، التسامح مع الآخر والسلام مع النفس. أنا بشكرك بتفكريني بالمواقف اللي لازم أقف أمامها. أولا لازم أتصالح مع نفسي. ما أجمل يا أحبائي، والله أقول لكم قولا حقيقيا وعن تجارب، المصالحة مع النفس أعظم ما تكسبيه في حياتك. إذا تصالحت مع نفسك هتتصالحي مع خطايا زوجك، هتتصالحي مع خطايا أختك، هتتصالحي مع خطايا جيرانك، هتتصالحي مع كذا. أنا شايفة بناتي الاثنين، واحدة بتبص لأختها زي اللي تقولها أنت ما تصالح مع خطاياك، بلاش يا بنتايا. تصالح. إذا تصالحت مع نفسك تجاوزت عن خطايا من حي. وما أجملها أن أنا أدخل في سريري كده آخر الليل وأقول الله يا ربي لك الحمد أنك اديتني عافية التصالح مع النفس، ولما تصالحت مع نفسي يا ربي تصالحت مع غيري. طيب هي الحديث تحسين داخلين كأنه على حرب، كل واحد عايز ياخذ مكاسب أكثر، وكأنه السيطرة على الشخص الثاني هي مكسب لي. إيه رأي حضرتك؟ أنا بشكرك على هذا السؤال لأن فيه الكثير.
ما فيش شك أن جيل بناتي وأولادي بقى جيل مستفز. ليه؟ ما في أسباب على فكرة، لأنه بقى جيل مطلع قوي، جيل خرج من ثقافة الست أمينة، ما عادش يعرفها ولا يعرف عنوانها حتى، جيل أصبح فيه الندية مع أخوها في البيت، حتى تبقى أخته أخ في البيت، اللي عندهم النوعين دول هتبص لهم طول الوقت قاعدين أنداد قصاد بعض يباكسوا بعضهم، ده بيتنقل إلى بيت الزوجية. وابن الرجل للأسف هو مش قادر يعرف ما طرأ على بنتي الأنثى، في طوارئ كثيرة طرأت على ابني وطرأت على بنتي، ألخصهم لكم في جملة واحدة، أن لبقت فيه الست أمينة موجودة خلاص تاريخ انمحى، ولا بقى فيه السيد إنك هتسمع تقول لك النبي ده أنا خايفة ومرعوبة، أنا رحت عند سيدنا الحسين كنت عايزة أقرأ الفتح، ما عادش الكلام ده، لا هي بقت تخشاك ولا هي بقت تطيعك. طب وماذا وبعدين يا جماعة؟ نقتل بعض لا سمح الله؟ لابد أن نتعلم معرفة مستجدات الحياة. إيه هو اللي لازم نعرفه الليلة دي؟ إن أنا ما بقتش الست أمينة أو البنية الغلبانة اللي كانت تقول لك ضل راجل ولا ضل حيط أبدا، ده دلوقتي بقت البنت قوية تقول لك النبي ده ضل حيطة ألف مرة. لا يا حبيبتي اوعي، ده ضل حيطة كلام نظري، لكن والله ده ضد إرادة الله سبحانه وتعالى إن احنا نبني بيت ونفتح بيت وإن احنا نتعايش مع بعضنا البعض ونثمر من يوحد الله سبحانه وتعالى ومن يتولى زرع الأرض والاستخلاف فيها. يعني نوقف خلاص الحياة؟ لا، هذه ضد الإرادة الإلهية. هي علشان كده هي طلعت المبادئ شوية تحرفت عن المبدأ الأصلي. الست دائما بتدور على الأمان اللي يخليها حاسة بالسعادة النفسية، من الراحة النفسية بالعلاقة. بالضبط كده. طب والراجل كمان محتاج يكون السكينة في البيت. السكينة في البيت. طيب ما هو المعادلة دي بقى. الأمان لابد يا ابن الرجل أن تدرك أن ثقافة السيد التي تفرض كسر أنف الست أمينة ما عادتش موجودة والله، ولا تصدق إنها موجودة لا عند الفقيرة ولا عند الأمية ولا عند المتعلمة ولا عند المدنية ولا عند القروية أبدا. أنا بأكد لك حقيقة، وأنا ست ملامسة للمجتمع، مانيش عايشة ببرج عاجي أبدا. فلا بد أن تتأهل تأهيلا جديدا إذا أردت أن تبني بيتا فيه السكن، فيه المحبة، فيه الرضا، أن كيف تستوعب شريكة العمر التي ليس فيها نسمة من الست أمين، ما فيهاش، أنا بجيبها لك على بلاطة أهو، ما بقتش فيها حتى جين واحد من الست أمين، ده بقت بنية متمردة عايزة دق دماغها، عايزة ولا يهمها منك وفي ناقص منك. اوعى. هل لأنه حصل لها كده عشان هي اشتغلت؟ اشتغلت وتعلمت؟ نعم. طيب يعني وأصبحت صاحبة دخل، وأصبحت صاحبة يعني ما بقتش محتاجة، إذن هي سحبت المسؤولية منه صح؟ فهي عشان كده هي تمردت؟ ما فيش كلام، عشان كده تمردت. عمل المرأة واستقلالها إداها حالة من الجبروت. هنا أنا ببقى سعيدة وأنت بتنقلي بيا كده. طيب أنا دلوقتي ما بقتش عايزة الراجل، مش عايزة يصرف علي، ده أنا دخل أحسن من دخل. ما ينفعش كده، خربنا العلاقة كده. كيف إن أنا رغم، خلي بالكم من كلمة رغم، رغم أنني مستقلة مالية وأن أنا قادرة أعيش ومرتبي أحسن من مرتبك، لكن ينقصك طعم الحياة. طعم الحياة لابد أن تتعلمي أنك مهما أتيت من استقلال لن تستغني عن ظل هذا الرجل
وفي نفس الوقت أنا عايز الرجل الذي يمتلك صفة الرجولة. أنا عايز أقول لكم كده، الله يرحمها الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، درستني 4 سنين وأنا بنات عين شمس، فكانت تقول أنت عارفين يا بنات ليه ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيه أنفق. إذن كانت تقول إن الرجولة لها بعد، اسمعوا اللي هقوله، الرجولة لها بعد نفسي، لها بعد أخلاقي، لها بعد إنساني، لها بعد حماية، لها بعد ظل ما استغناش عنه. احرصوا على هذه الكلمات، مش ليس الاستقلال المالي والمادي هو يغطي كل شيء، أبدا أبدا. وإنت يا ابن الرجل إياك أن تفرغ نفسك من هذه الأبعاد اللي أشرت إليها، أنت كده بتقتل نفسك بنفسك، وهي بالتالي هتستهين بيك، ثم ينهار البيت. دي كارثة. إحنا في هذه الفترة، وأنا وقفت قدامها كتير كده ليه؟ لأن إحنا في هذه المرحلة الزمنية بيوتنا انكسرت، وأصبحت مصر أكبر نسبة طلاق على مستوى العالم. فعلا بيقولوا لك 420 نسبة حالة طلاق في اليوم، وده كتير قوي يعني. شيء مفزع. ده أنا عايزة أقول لكم أيام أمي وجدتي زمان كانت كلمة طلاق دي يستعيبوها، كانش حد يفكر في الطلاق ده خالص. هي ترضى بما قدر لها وتستحمل وتتحمل، وهو برضو الجانب الرجولة فيه يستوعبها بغضبها بعدم رضاها. ليه الاستسهال ده؟ ليه الاستسهال الاستسهال ده أصبح مرض، يعني اجتاح بيوتنا بشكل مفزع. استسهال من الرجل، والاستسهال الأكثر من المرأة. لماذا يا حبيبي؟ هل إن أنا استقليت علميا وماديا وبقت لي ليه كينونة إن أنا أرمي حياتي؟ طب أولادي اللي معايا دول إيه ذنبهم؟ لابد أن نعيد حساباتنا 1000 مرة. الزواج مش مجرد تحدي، خلاص أنا مستقلة مع السلامة، هتوجع دماغي ليه؟ وأنت يا حبيبي متوجعش دماغي، لا أنت تؤذيها ولا تفرغ نفسك من مضامينك النفسية والأخلاقية والإنسانية والرجولة. هيعيشوا بدوامة تكرار الأخطاء نفسها. نعم. إن طول ما هم بيفكروا بالطريقة دي هتفضل طول يهون الوقت كل شيء. يهون كل شيء. يهون كل شيء. انتبهوا، الحياة في البيوت ثمنها غالي جدا، تستحق الصبر، تستحق التحمل، تستحق البقاء، تستحق مرضاة الله. أنا يا رب صبر عشان، أنا يا رب صبر عشان تأجرني في الآخر، أنا يا رب صبر عشان رب ولادي، عشان دول اللي أستحق قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. يا حبيبي ده كلمة الجنة تحت أقدام الأمهات ده حديث والله يهز الإنسان. طب ما نستحمل ولادي، هم دول ثروتي وهم دول مستقبلي، وأنا لما أتحمل علشانهم تمنها إيه؟ مهرها إيه؟ مهرها الجنة. احنا كلنا هنعيش كم سنة؟ 50 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ كلنا ضيوف على الدنيا، ولكن البقاء الأعظم يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وأقول له ويجي كده الحديث يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات. تعالي يا أمي أنت يا جميلة يلي صبرتي على حمله وهنا وعلى إرضاعه كرها وعلى سهره آلاما وعلى تربيته هموما، تعالي تعبتي بقى، تعالي أنا جايب لك الجنة تحت رجليك. تأملوا كلمة الجنة تحت أقدام الأمهات، والله يهون تحتها عذاب الدنيا ده كله. فدائما انظروا على الجانب الإيجابي. الأمومة دي للمرأة، ده الرجل مسكين ما يطولهاش، ما ممكن ينفق من جيبه كل حاجة لكن ما يطولش. هذا العطاء لا تأخذه إلا المرأة، وده منحة من نبي الإسلام للمرأة الذي يقول
لا يكرمها إلا الكريم، انتبهوا، ولا يهينها إلا اللئيم. إذا إحنا أكرمنا بيوتنا وهي تحملت مشقة بيوتنا، هو هيكون له الكرامة وهي هتكون لها الجنة تحت أقدامها، تزحف لا يلا الجنة تحت رجليك واسعدي. يا رب هذه الكلمات التي أقولها من مضمون الشريعة ومن النصوص الصحيحة أن تصل إليكن وإليكم جميعا، ونعمر بيوتنا بالكلمة الحلوة وبالسكن وبالمودة، وإن أنا يبقى لي حقوق على زوجي أتنازل عنها شوي، وهو لي حقوق عليك يتنازل عنها شوي. وبرضه أرجع لابن عباس مرة تانية يقول لك وعليهن عليهن درجة. يا ابن عباس الدرجة دي يقول إيه؟ أتنازل من حقوقي ما لي عليها، وهي تتنازل ما لها من حقوق علي. التنازل بين الطرفين يا حبايبي أعظم سياسة تربي الحياة وتعوض الصبر وتديم سكون البيوت. اتعلموا التنازل شوية. يا ريت. وخاصة هلأ في بتسمعي بالمجتمع قصص كتير بالزواج العرفي، رجالة متجوزين وعندهم بيوتهم وأسرهم وبيعملوا زواج عرفي خارج المنزل. ده تسمعي كتير، أنا عايزة أخد رأيك في الزواج العرفي إذا سمحتي. أنا الزواج العرفي أرفضه لأنه خالي من التوثيق والرضا. حتى أجد بعض خطباء المساجد يقول يا دكتورة ما هالعرف ما تعرف الناس عليه وكان في زمان توثيق. قل يا فضيلة الشيخ ليس الزمن القديم فيه أخلاقنا دلوقتي، ده الزواج العرف فيه إهدار لكرامة البنت وضياع لحقوقي. ده أنا كنت عاملة لها مشروع وإلى الآن المشروع قائم، إن أنا عايزة أجرمه للبرلمان. تجريمه يعني ايه تجريمه في عقوبة؟ يعني اضعه في القانون، وان هذا الولد الذي ياتي ويغوي بنتي ويستلبها مني، طبعا كلمه استلاب معروفه، ان انا اخطفها من وراء اهلها بدون موافقه اهلها. واحنا عندنا الشريعه الاسلاميه واضحه، الميثاق وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا. ايه طبعا الميثاق الغليظ معناه ايه؟ ان يبقى فيه القبول والرضا بين الطرفين، ان يكون فيه موافقه ولي الامر لابوها عمها. لكن انت تيجي تستلبها من ورايا بكلام معسول لا يحمي لمستقبل ولا يبني حياه مستقره، وتاخدها. وكم من خلال تليفوني الشخصي تقول يا دكتورة هو وعدني بالجنة وما فيها والحب وما فيه والكلام الفاضي ده كله، وبعد ما استلبها من أهلها في 3 شهور قال لا ملكيش حاجة عندي ارجعي لهم بقى يدوشيني ليه. ده ميثاق غليظ له أركان وفيه شهادة وفيه موافقة وفيه سؤال وفيه وفيه، ولذلك يجب أن يحترم لأنه غلظ الحق سبحانه وتعالى على أن أنت بتأخذ إنسانة وتفضي إليها وتفضي إليك بما لا يستحل مع أي كائن مكان خارج هذا الإطار، ولذلك سمي غليظا. وأنا بقترح الكلام ده قبل البرلمان، أقترح إنها المرأة المتفرغة للبيت إذا مكست في خدمة الزوج وفي خدمة الحياة الزوجية 5 سنين وتطلق، تأخذ 5% من دخله، دخل وظيفته دخل تجارته يكون ما يكون دخله. إذا مكست 10 سنين تأخذ 10% من دخله. إذا قعدت 15 سنة تأخذ 15%. إذا قعدت 25 سنة تقاسمه الدخل، لأن هي دلوقتي بقت في مرحلة عمرية لا تصلح لزواج ولا تصلح لخدمة ولا تصلح لوظيفة، خلاص أصبحت هوبلس. أين تذهب؟
تلقى. ده والله انا لو مربيه قطه في البيت ما اجرى ارميها الرميه دي. ايه وجهه نظر الشرع بالموضوع ده؟ في الايه القرانيه ما حد قال الدكتوره بتقلد الغرب، قلت له فشر، انا لا اقلد الا عقيدتي وقراني وسنتي. اليس في الايه الكريمه فامساك بمعروف او تسريح باحسان؟ ليه كلمه احسان؟ ده لها اصل في العقيده عندنا. جاء جبريل عليه السلام في وسط الرسول والصحابه عليه الصلاه والسلام وقال ما الاسلام يا محمد؟ اجاب. ما الايمان يا محمد؟ اجاب. ما الاحسان يا محمد؟ قال ان تعلم تمام العلم ان الله يراك وان كنت لا تراه. فربط الحق بالتسريح يكون باحسان. انتبه ايها الرجل ان الله يراك في مروغتك، في تجاهلك، فيما تغفله، انتبه ان الله يراك ويسجل عليك كل شيء. فربط الحق في الايه القرانيه فامساك بمعروف، وهي في امراه عاقله طبيعيه يمسكها زوجها بالمعروف وهي تقول لو النبي لطلق لا ما فيش كده، لان ما قدمهاش الا هو، ما عندهاش غيره. طب التسريح بالاحسان بانك لا تظلمها. اذا الظلم ظلمات دنيا واخره. الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه. يا جماعة مهما بلغنا من العمر رحلة، ورحلة قصيرة جدا، لماذا لا نزرع فيها العدل ونزرع فيها الحق والحقيقة ونزرع فيها ما يرضي الله حتى لا يخيفنا يوم أن نلقاه؟ لماذا؟ والحقيقة برضو من الكوارث هذا العصر كارثة بيت الطلاق. وأذكر مع الدكتورة اللي كانت في طلبة تدخل في اليونيسيف، الدكتورة مشيرة خطاب جمعت 4 أساتذة من الجامعات من حوالي 7-8 سنين، قعدنا 6 شهور ندرس قضايا بيت الطلاق. والله لم نصل، وكان معانا 3 من رؤساء المحاكم الأسرة، صح، لم نستطع أن نصل إلى حل يحمد. وبعد كده جت قالت لي يا دكتورة بما أن أنت فاستاذ فلسفة والعلم نفسي واجتماع وعقيد، لخصيل اللي ضيعنا فيه عمرنا ده كل الشهور ده. فكتبت يومها تقرير تحت عنوان البعد النفسي والأخلاقي والشرعي لأبناء الطلاق في بيت الشقاق. إحنا في الصعيد ما عندناش المشكلة اللي شفتها هنا. وقعدت مرة مع حمد رزق 3-4 ساعات في أمسية، يا خبر على المتداخلين من الرجال ومن النساء، شيء فقدنا لا تقولي لا مودة ولا رحمة ولا إنسانية ولا أبوة أبدا ولا أمومة. العداء أفقد الإنسان إنسانيته بلغة في منتهى الخشونة. هل هو سوء تربية الكلام ده؟ أظن في جزء منه سوء تربية. بالتأكيد. أكيد هم ربيوا بأسر مفككة أصلاً. بالتأكيد. طب نحن كيف نرجع الأسس الأسرية دي تاني؟ أبشرك يا سيدتي بأن أعقد التعقيدات في حياة البشر إصلاح الإعوجاج الاجتماعي والأخلاقي لدى الإنسان. حتى وإحنا ندرس مدخل علم الاجتماع في الأقسام، أعقد التعقيدات غير المرض الجسدي. على فكرة المرض الجسدي ممكن تعد إيدك على الدواء وتخفي، إلا المرض المجتمعي اللي إحنا فيه دلوقتي. وأنا بقولها وأنا كل مرارة، إحنا في حصاد مجتمعي ابتعدت فيه القيم الأخلاقية الجميلة، ابتعدت فيه الثقافة الرصينة، ابتعدت فيه التعقل والحكمة اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا من مئات السنين. وعايز أقول لكم للعلاج والشفاء من هذه الأمراض يحتاج لعقود.
الراجل بيشتكي انه الست نكدية، طلباتها كتيرة، مشاكلها كتيرة، ليه؟ أنا أصدقه في جزء من هذا الكلام وأرفض الثلاث أرباع أجزاء. أنت لو عندك رحابة نفس وراجل ناضج كده، ما دي القوامة يا جماعة. أنت عارف يعني إيه القائم؟ يعني الذي يخدم أهل بيته، مش القائم اللي يمسك لها العصاية. لا، إحنا عملناها عكس كده. هم فاكرين إن القوامة يعني السلطة والسطوة. لا، هي مش كده. القائم الذي يخدم أهل بيته، يقوم على خدمتهم، يقوم على قضاء حاجتهم. لو وجد عندي كما قال الحق في قرآنه الكريم، الرجال قوامون على النساء، أي خادمون للنساء، أي يراضون النساء، أي يقدمون عوزهم. لو الرجل ده كان قائم بحق زي ما أقسم على المساق الغليظ وخذ هذه البنت واستوعبها. هقول لكم كده موقف جميل من الخليفة العظيم عمر بن الخطاب. جاء أحد الناس من الرعية وطرق بابه، وهو بيطرق الباب سمع الست حرم وجوه مالة زعق بصوت عالي، فالرجل اتكسف مشي. خرج عمر ونادى عليه: يا هذا، طرقت بابي ثم تركتني لماذا؟ قال: وجدت عندك ما جئت أشكو منه. فماذا كان رده؟ شوف عظمة الفاروق. قال: يا أخي، أليست طاهية لطعامك؟ أليست غاسلة لملابسك؟ أليست منظفة لبيتك؟ أليست مربية لأولادك؟ لماذا لا يا أخي لا تبرها ولا تترك لها غضبها؟ هل بقى يبص لها كأنه هي موظفة عنده؟ يعني طالما هي النقطة دي حساسة قوي، يعني الميزان ده عياره بيتراوح من شخص لشخص. هو للأسف عندنا بعض الرجال، ولا أقول جميعهم حاشا وكلا، إن بيتصور إن خدمة مراته ده غصبا عن عيني اللي جابوها. وما أنا متجوزها ليه؟ أنا مرة كده حاولت أصلح من اتنين، قال لي: طب أنا الدكتورة متجوزها ليه؟ تابلو؟ قلت له: يا حبيبي مش تابلو، انت متجوزه تبقى شريكه حياتك، ولابد يبقى صدرك رحب وتتحمل غلاستها في لحظه ما، وانت يا ست لازم تبقي منى ادمى وترضيه. ما عندناش التبادل ده، ما عندناش. بس ده كان موجود من 20 سنه في عزم، في وقت الرجوله، في ابائنا واجدادنا. ليه يعني ده اقل من جيل كان اختفى؟ يعني مش اختفت، خفت كتير. جيل الاربعينات لغايه الخمسينات ما عندوش الحكايه دي، ما عندوش السعه من الصدر ومن النضج ومن البعد النفسي والمسؤولي على حمايه البيت. خفتت تماما عند هذا الجيل. هل حصل هذا من نتيجه اختلاطنا بالمجتمعات الاجنبيه؟ لا، نتيجه البتاع ده الالكترونيات هي اللي خربت عقولنا وخربت بيوتنا وعلمتنا التطاول. احنا ما اخترعناهاش، اللي اخترعها غيرنا، ولكننا اسأنا استخدامها. البتاع ده اللي اسمه الشاتنج ده طول الوقت، واللبلبة على الشاتنج ده اكبر مخرب للسان ولعقل الانسان المصري، المرأة والرجل. بالضبط. انا بعتبر ان هذا، لما اجد بعض الناس يقعدوا بالاربع ساعات على الفيسبوك، ده ايه ده؟ ده تخريب لصحتي وتخريب لنظري وتخريب لبيتي، وانت قاعد تعمل اربع ساعات وضيعت هبت. وقت يعني ملهاش اي داعي، ما فيش اي داعي، كلها ثرثرات فاضيه وتجسسات افضى وضياع عمر ووقت. يحاسبنا الله عليه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول لك: تعالى في وقتك فيما أبليته، وفي مالك فيما أنفقته، وفي عمرك فيما استهلكته. أنت ستحاسب، وحساب عسير والله عن كل هذه الإمكانيات اللي ربنا مسخرها لأمور إيجابية.